اتكلمنا فيه عن الحادثة اللي حصلت للبنتين في الصيدلية واللي تم نظرها في المحكمة بالفعل لغاية اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها دي، وإحنا مفيش أتصور وسيلة إعلام على مستوى التلفزيون أو على الصحافة أو على الإنترنت إلا وهي بتتكلم على الأخطار المرتبطة بالمضاد الحيوي اللي مش مكتوب فيه روشيتا، واستخدام المضاد الحيوي من غير إنك تبقى كلمت أو إنك تبقي كلمتي الدكتور وتأكدته إن ده المطلوب. كل أسبوع بيبقى فيه حديث أو كلام من وزارة الصحة أو كلام من دكاترة بنستضيفهم بتشوفوهم بتقروا كلامهم على فكرة خطورة استخدام المضاد الحيوي. مع الأسف الشديد النهاردة كان فيه مرة تانية طفل بيدفع عمره ضحية للموضوع ده. النهاردة خرج الناس بيتابعوا على الإنترنت اللي حصل في أسيوط. طفل صغير 11 سنة عامل بيشتغل في صيدلية، العامل ده إدى حقنة المضاد الحيوي للولد. الولد حصلت له أعراض حساسية، مرة تانية راحوا الصيدلية تاني راح مديله حقنة تانية. دي المعلومات اللي تم طرحها، وبالمناسبة النيابة العامة قالت بالفعل إنه حصل توجيه تهم، يعني في تهم دلوقتي، في تهمتين تم توجيههم للعامل اللي كان موجود في الصيدلية في أسيوط، وده من البيان اللي صدر من النيابة. أنا معنا على التليفون الأستاذ محمد. أستاذ محمد البقاء لله يا أستاذ محمد. شكرا لله سعيك. شكرا سعيك. بقاء لله. شكرا سعيك. قولنا هو إيه اللي حصل بالضبط مع الولد الله يرحمه؟ والله الله يرحمه كان عندي شوية سخونة اللود في نفس اليوم طبط له. شكرا الله. وطي التلفزيون معلش الله يكرمك، وطي التلفزيون وكمل كلامك على طول عشان تبقى سامعني كويس. تمام. وطي التلفزيون. والله كان جاله اللود يا فندم. جات له اللود طبط. المدام قالت لمحمود ابني انزل بيه الصيدلية عند الدكتور مصطفى. الدكتور مصطفى هو صاحب الصيدلية. ايوه. بس جاء الدكتور مصطفى اعطاله كان الحقنة دي. هو اللي احنا فاهمينه انه عامل في الصيدلية مش الدكتور مش صيدلي. هو باشا الدكتور اسمه شايرو شلو صاحبة. هو صاحب الصيدلية زي مشتري رخصة. انا مش سامع كويس يا عم محمد. فتح الشباك. قفلت له الشباك. اتكلم بقى قول لي صاحب الصيدليه ماله يا باشا. هو مشتري ايوه زي رخصه صيدليه. مشتري رخصه صيدليه. تمام. هو كان شغال في صيدليه اسمها الخنساء. تمام. وجي بعديها فتح جنبيها صيدليه. بس هو متابع. يعني هو بياخد بتاعته. اسماء بياخد. هو مش دكتور. وبياخد اسماء وبيشتري رخص. تمام. الواد كان عنده حراره قد ايه؟ والله ما عارف ما اعرفش. بس هي هو تعب اول ما خد الحقنه ولا ايه اللي حصل؟ من جوه الصيدليه تعب يا فندم. وهو في بعد ما خد الحقنه على طول تعب على طول. عملت ايه انت بعد كده بقى؟ اتصل بيا الدكتور مصطفى قال لي يا محمد واجع في الصيدليه وواجع في الصيدليه ومحمود اخوه طار بيه الشامله مستشفى الشامله. راح بيه على المستشفى على طول. وكان في ثلاث اشخاص واقفين في الصيدليه من الكويت طلبه. طيب بعد ما راح المستشفى قالوا له ايه في المستشفى؟ كان قطع النفس يا فندم. يعني هو راح المستشفى كان بيريم من بقه. وكان يعني هو دخل المستشفى متوفي؟ لا يا باشا هما لحقوه في المستشفى قعدوا يضربوا على صدره على الرئتين منه من النفس اشتغل. حولونا على مستشفى القصر العام. هو كان عنده اي مشاكل في صدره ولا حاجه؟ ولا اي حاجه يا فندم ولا اي حاجه. وكان سخن باله قد ايه؟ انت مش عارفه؟ نفس اليوم. يعني هو سخن يعني هو سخن هو سخن يوم واحد بس في نفس يوم النهار. واحد بس يا فندم في نفس النهار. البقاء لله يا عم محمد. البقاء لله.